أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الأفضل للشخص الرائي في المنام أن يفسر رؤياه سواء كانت خيرا أو شرا، ثم ما الدليل على ذلك؟ إذا رأى الإنسان ما يرى، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أمور إذا فعلها لا تضر هذه الرؤيا. أولا أنه يغير جنبه الذي كان نائما عليه إلى الجنب الآخر. ثانيا أنه ينفث عن يساره ثلاث مرات، ينفث عن يساره ثلاث مرات. ثالثا أنه يدعو ويقرأ الورد من آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ولا يضره ولا يحدث فيها أحدا، لا يحدث فيها أحدا ولا يفسرها، بل يتركها ولا تضره. أما إذا رأى رؤيا خير فإنه يذكرها للناس ويفسرها، أدامت إنها رؤيا شارة فإنه لأنها من المبشرات فيفسرها ويتفاءل خيرا ويذكرها لمن يحب من أحبابه.